السلام عليكم وليدات الثالثة إعدادي، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نحاولوا نكملوا فيه لي زيكزارسيس ديال إيتانس الماس الدرس ديال لي سيستيم، وفي نفس الوقت غادي نشرحوا كذلك الطريقة اللي كنحلوا بها لي سيستيم بلا ميثود دو سيبستيتيسيون. دونك حاولوا تتبعوا معايا حتى لاخر لا فيديو باش تفهموا مزيان الطريقة، حيت غادي تبقاو تستعملوها في جميع التمارين اللي عندكم في هذا الدرس وكذلك في الفروض وفي الامتحانات. دونك اول حاجه دير بوز الفيديو، حاول تخدم التمرين، ومن بعد كمل الفيديو باش تستفد اكثر. دونك غادي نخدموا ليكزارسيس 10 في لاباج 81. دونك اون اتيليزون لا ميثود دو سيبستيتيسيون ريزودر لو سيستيم 2x - y égale moins 2 x - 2y égale a. دونك عندنا لو سيستيم هو هذا 2x moins y égale moins 2 ou x moins 2y égale a. Donc, la méthode هادي علاش كتبازا؟ كتبازا على انك كتكتب واحد لانكوني، عندنا دوز انكوني هنا x و y، كتكتب واحد بدلالة الاخر. دونك غادي نكتب واحد لانكوني اون فونكسيون دو لوتر. دونك اللي سهلة اما في ليكواسيون ا غادي نسميوها ليكواسيون ا ولا في ليكواسيون 2. دونك اللي سهلة عندي هنا كنقلب دائما على السهله، اللي سهله هي نكتب x اون فونكسيون دو y في ليكواسيون 2. علاش؟ حيت هنا غادي نكتفي غير بهاد موان دو زيك دو زيك غادي نحولها هنا وتولي عندي x ايغال ا بليس دو زيك. واضح؟ دونك اللي مطلوب منك في الاول المرحله الاولى هو كتكتب واحد المجهول بدلاله الاخر، اما تكتب اكس كتساوي واحد العدد يكون فيه y، ولا كتكتب y وكدير كتساوي واحد العدد فيه اكس. دونك نقدر نخدم حتى بليكواسيون ا، هنا عندي موا y نحول دوز اكس ومن بعد نحيد هذا الموا، ولكن اللي سهله نكتب اكس بدلاله y. ان فوا غادي نحول هذا موا دوز y للطرف الثاني نمبر 2، غتولي عندي x إيكال 2y بليس 1 ولا 1 بليس 2y بحال بحال. واضح؟ دونك غادي نمشي ليكواسيون 2 غنخلي هنا x إيكال، هنا عندي موان 2y غادي نحولها تولي 2y، هنا راه بقات عندي بليس 1. دونك هادي هي أول خطوة. من بعد فاش كنكتب واحد لانكوني أون فونكسيون دو لوتر أشنو كندير؟ دونك هادشي اللي كتعني سيبستيتيسيون كتعني تعويض. اشنو كندير دابا؟ كنمشي كنغومبلاسي اكس في ليكواسيون ا، دونك كنعوض اكس، كنعوض هذا هو التعويض، كنعوض اكس في ليكواسيون ا. دونك عندي دوز اكس، فين ما لقيت اكس ما غاديش نبقى نكتب اكس بلاصه اكس، غنكتب هاد العدد اللي عندي هنا. دونك حنا قلنا اكس كتساوي جوج ايكغيك زائد واحد، دونك في بلاصه اكس غنخلي جوج، هي بقات في بلاصتها. هنا 2x راه 2 فوا x، دونك هنا عندنا برودوي، دونك 2 فوا x، و x ما غنكتبش x غنكتب 2y بليس 1. عاد نكمل ليكواسيون ديالي. دابا شنو درت؟ غير هاد 2y بليس 1 كتبتها في بلاصة x، ونكمل ليكواسيون عادي، عندي واحد موان y نكتبها، عندي ايكال موان 2 نكتبها. وشنو لاحظوا؟ شنو ولا عندي هنا في ليكواسيون أ؟ ولات عندي ايكواسيون عندنا انكوني واحد اللي هو y. دابا غادي نمشي كيف ما شفنا في الدرس ديال لي زيكواسيون، غنمشي نحدد لا فالور دو y في ليكواسيون ا. دونك غادي نمشي نحل المعادله الاولى، والثانيه غنخليها توجور x ايكال 2y بليس ا، ونمشي هنا. دونك غادي نديفلوبي 2 فوا 2y غتعطينا 4y بليس 2 فوا 1 غتعطينا 2 موان y ايكال موان 2. دونك 4y موان y غتعطينا 3y، هنا عندي موان 2 بليس 2 غادي نحولها لو مومبر 2 غتولي موان 2، وهنا توجور نخلي x ايكال 2y حتى اللخر فاش نلقى لا فالور دو y، ونعاود نعوض عاوتاني y باش نلقى لا فالور دو x. دونك هنا عندي 3y ايكال موان 2 موان 2 غتعطينا موان 4، هنا عندنا توجور x 2y بليس 1. دونك هنا y 3y ايكال موان 3، دونك لو بغيت y شنو غندير؟ غنشد موان 4 موان 4 باردون، غادي نقسمها على 3، دونك موان 4 سير 3 هي لا فالور دو y. دابا لقيت لا فالور دو y شنو غادي ندير؟ غادي نمشي ليكواسيون 2، غادي ندير x ايكال، هنا عندي 2y
دونك دو هي فوا إيكغيك، إيكغيك ما غاديش نكتب إيكغيك، غنكتب لا فالور دو إيكغيك اللي هي موان كاتر سير تخوا. وعندي واحد بليس أ هنا منساهش، دونك إيكغيك لقيت لا فالور ديالها موان كاتر سير تخوا، وهنا غندير إكس وغادي نسامبليفي هنا، دونك دو فوا موان كاتر غتعطينا موان ويت سير تخوا بليس أ، أ راهي تخوا سير تخوا. باش نقدر نحسب دونك غادي ندير ايكال ولا نعاود نزيد سطر اخر، دونك لا فالور دو ايكغيك لقيناها موان كاتر سير تخوا، و اكس ايكال دونك عندنا هنا ميم دينوميناتور لي هو تخوا، موان ويت بليس تخوا غتعطينا موان سانك، دونك هي موان سانك سير تخوا. واضح؟ دونك دابا لقيت لا فالور دو اكس ولقيت لا فالور دو ايكغيك، دونك لقيت لا سوليسيون ديال هاد لو سيستيم. ونكتب في الاخر لا سوليسيون دي سيستيم، دونك هنا كيكون عندنا كوب، ما كيكونش عندنا واحد العدد، ما نقولش لا سوليسيون هو واحد العدد، دونك لا سوليسيون دي سيستيم et le couple الزوج دائما في لو كوبل كنبدا ب x y بحال كيف ما شفنا في لي كوردوني، دونك كنبدا ب x هي الاولى موان 5 سير 3 عاد y اللي هي موان 4 سير 3. واضح؟ دونك هذا هو الحل ديال هذا لو سيستيم هذا. دونك نتمنى ان الشرح يكون واضح وتكونوا فهمتوا مزيان التمرين وتكونوا فهمتوا الطريقه باش كنحلو هاد لي سيستيم بهاد لا ميثود. دونك اللي عنده اي تساؤل اي حاجه ما فهمهاش يخليها لي في التعليق. لي زيكزارسيس راه ديجا حطيت لكم لا سوليسيون ديالهم كاملين، جميع التمارين من التمرين 8 حتى لاخر تمرين اللي عندكم في الصفحه 86 ديال لوتو فورماسيون، حطيتهم لكم في واحد لا فيديو، ولكن غير لا سوليسيون بلا شرح. ودابا حنا خدامين على الشرح، كنحاولوا نختاروا التمارين اللي مهمه واللي غادي نستافدوا منهم، كنحاولوا نختاروا كل تمرين بوحدو نديروا الشرح ديالو بالورقه والستيلو بحال هكا باش تفهموا مزيان التمارين وتعرفوا تجاوبوا على اي تمرين تحط لكم. تقدروا ترجعوا للفيديو راه حطوا في القناه، وغادي نحط لكم حتى الرابط ديالو ان شاء الله في الوصف، الا نسيت ما حطيتوش فكروني باش نحطو لكم. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. حتى نتوما ما تنساوش الدعم ديالكم مهم، لايك كومونتير ما غاديش تخسر عليهم حتى شي 10 ثواني من الوقت ديالك، ودير اشتراك في القناه باش يوصلك الجديد، وما فيها باس تبارطاجي هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالك باش يدخلوا حتى هما يستافدوا، ولنشر القناه كذلك في الجروب ديال الفيسبوك والواتساب فضلا بطبيعه الحال وليس امرا. تهلاو في روسكم، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. خليوا لي الاقتراحات ديالكم في التعليق، شنو التمرين اللي بغيتو نخدم معكم، وانا راهن الاشاره. دمتم في رعايه الله، ما تنسوناش من الدعاء ديالكم، بدوري كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم.